بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مساق البلاي ثيرابي، سنتحدث اليوم عن كاينز اوف بلاي. تحدثنا في المرات السابقه عن النظريات المفسره للعلاج باللعب وكيفيه تعامل تلك النظريات مع السياسات او الطرق التي تنتهجها وتستخدمها في اللعب. اليوم سنتحدث عن انواع اللعب. سنتحدث عن ما فائدة تلك الأنواع في الجانب النفسي والجانب تطوير النفسية سواء للأطفال أو حتى للchildren and adults. First of this, playing with people. It is mean to play activities with others. يعني المعنى أنه أنا ألعب مع الآخرين، أتنشط مع الآخرين، أكون دائما في مشاركة مع الآخرين. هذه أبسط أنواع الألعاب وأبسط أنواع الأشياء اللي بنتهجها الأطفال في حياتهم اليومية. Often the first people to play with the child are his or her adult family members. يعني كثير من الناس أول شيء بيلعبوا، غالبا الناس بيلعبوا الأطفال مع عائلتهم أو أعضاء العائلة البالغين معهم، وهذه طبيعة في الإنسان ولها فائدة كبيرة. And they play alone، برضو بيلعبوا لوحدهم. So that he can then play with other children. وأيضا كمان هو بيلعب مع أطفال آخرين محيطين به، ولاد عمه، أخواته، جيرانه، أصدقائه في المدرسة. بيصير هناك في يعني تكوين صداقات، تكوين في مشاركة، كوبريت في الأنشطة with them and act in a social way. بيصير هناك تفاعل اجتماعي. هذه بتطور العلاقات، بتطور الإمكانيات، بتطور القدرات، بيصير في تبادل خبرات من خلال play with other. The second things, playing with things. اللعب بالأشياء. طبعا الأشياء كثيرة يعني ومتنوعة ومتعددة، ولها أشكال مختلفة ولها أنواع مختلفة، فبالتالي يعني هي بتعمل عملية اكتشاف وبتفحص موضوع اللمس، موضوع التذوق، موضوع الصوت، موضوع التعامل من خلالها. يعني اللعب بالأشياء مفيد جدا في تكوين كثير من أو تطوير كثير من الحواس. And أيضا كمان there are also many games with things that contribute to that child learning skills different. بتساهم في تكوين مهارات مختلفة عند الأطفال. The game of throwing the ball and picking it up. اللعب من خلال ضرب الكرة أو القفز أو كذا. Learn the symmetry between the eye and the hand. عملية التناسق والتناغم بين حركة اليد والعين وكيفية الترابط ما بينهما. Playing with sand, clay and water. لعب بالطين والمية والأمور هذه بتساهم أيضا في know the sensitivity of various materials and touch and identify the quantity and how to change it. بتساهم في كثير من التذوق والحس واللمس والاستشعار طبيعة الماتيريال والكذا. هذه كلها يعني اللعب بالأشياء، سواء اللعب بالبايسيكل، سواء اللعب بالكرة، سواء اللعب بالطين، سواء اللعب بالمية، سواء اللعب بالرمل، سواء اللعب بالأشياء أخرى لها علاقة بالمسلز والحركة، ألعاب فيها جري أو ألعاب فيها نط حبل أو ما شابه ذلك. كل هذه لها أدوار مختلفة، منها مساعدة الطفل في تفحص الأشياء، في تعلم الملمس، في تعلم طبيعة تكوين المكونات الأشياء هذه، في تقوية حركة العين واليد، في تقوية المسلز، في تعلم المشاركة. يعني الألعاب لها يعني فوائد كثيرة في موضوع
تكوين الناحية الفسيولوجية والسيكولوجية للإنسان. The third things that we generally play, ألعاب التخيل. ألعاب التخيل help the child to generally on practice many activities. تخيل أشكال أو ألعاب كثيرة يعني منها أو يعني تطوير وممارسة كثير من الأنشطة. السوشيال سكيلز أحد الأهداف اللي على أساسها بنبنى الإيمجينري بلاي منها السوشيال سكيلز، يعني الأكتيفيتيز اللي بتساهم في تعزيزها. ألعاب التخيل أو ألعاب التمثيل إن صح التعبير اللي بيمارسها الطفل بتساهم في تطوير السوشيال سكيلز such as playing with toys، اللعب من بالألعاب بالمجسمات. Imagine a child that he feed and put them in the bed or for sleeping. The concert game, for example, he imagining himself with a group of his party mates. The game of shopping and selling, imagine it is a seller or a buyer. كلها يعني انت بتخليك تخش في دور تمثيلي تخيلي، انت انك في دور مسرحي، انك في مجموعه، انك في السوق، انك بتنيم واحد، انك بتطعمي واحد، انك انت بتعمل شوبينج، او انت بتعمل يعني بتشتري او بتبيع. هذه كلها بتساهم في تقويه او تعزز الجوانب الاجتماعية، يعني بتخلي واحد عنده السوشيال المحيط به، المجتمع المحيط به، الجانب الاجتماعي عنده فاميليار بصير له، بصير يعرف يتعامل، يبيع ويشتري ويروح على الدكانة ويروح يتعامل يعني. والذات كمان بتلعب أدوار الأم، البنت بتلعب دور الأم، الولد بيلعب دور الأب من خلال لعب الأدوار، من خلال التمثيل، من خلال الألعاب هذه اللي بتكون زي في بعضها بتكون as family أو بتكون نجار أو بتكون حداد أو بتكون طبيب أو بتكون ممرضة أو كذا. كل هذه الألعاب بتعلم أدوار الحياة الاجتماعية، بتعلم الوظائف والمهن الموجودة، بتطور قدرات الطفل من خلال ممارسة هذه الألعاب ومحاكاتها للواقع المحيط. أيضا الألعاب التخيلية هذه والألعاب التمثيلية بتعلم أيضا language skills. The above games will develop the child language ability. قدرة الطفل، قدرة اللغوية لدى الطفل بتخلي الألعاب التخيلية هذه تقوي هذه اللغة. During talking to the toys من خلال الحديث والتمثيل من خلال الألعاب. Or to the children of others يعني أو من خلال المشاركة من الطفل مع بعض مع الآخرين. الدوار التمثيلية واللعب التخيلي واللعب الجماعي من خلال الألعاب هذه بتخلي في تطور في اللغة، وتخلي في الفوكابولري تبعته بتزيد، وبتصير في هناك معرفة في مفردات لغوية كثيرة. وبالتالي كل ما الطفل دخل في هذا اللعب، وطبعا هذه الشغلات يعني احنا بنستخدمها من خلال اطفال عندهم مشكله في التأتأة، مشكله في النطق، مشكله في الحديث، مشكله في الانخراط مع المجتمع في الانطواء او كذا، او حتى الناس اللي عندهم مشكله في التعاون مع الاخرين as group يعني ك ك ك كجروب. ايضا learn to use symbols يعني بتعلم كيف تستخدم الترميز، يعني replace another تستخدم اشياء something replace another اشياء محل اشياء. use the alternative cup for the phone يعني انت تستخدم الكاسة كتليفون. هذا السيمبولز هذه الترميز الأشياء مهمة جدا، إنه الطفل يمثل من خلالها إنه مثلا بيحكي تليفون، من خلال حط
الكب او الفنجان او الاسطوانه او الكذا محل كانها تليفون. هذه الترميز مهم جدا. او انه يعني انه يستخدم مثلا الترميز لاشياء حقيقيه بالعاب، من خلال العاب. يعني دائما احنا بنستخدم مثلا الطياره والموتوسيكل والسياره والدور الاب دور، يعني ترميز الاشياء حتى لو مش بشكل لكن بفكره معينه. Expression concerns and fears such as playing the role of the doctor or doctor that he was worried or afraid of go to it allowing emotional discharge. يعني ممكن انه تمثيل وتعبير عن المشاعر الحساسة والخوف من خلال لعب أدوار أو من خلال تمثيل دور الدكتور اللي أنت بتخاف منه أو بتكون قلق لما تروح عليه، وبالتالي أنك ممكن تقلل الخوف هذا من خلال لعب دور الدكتور، وانه بيساعد وانه بيعمل المساعدة للاطفال وانه بده يخفف الالم وانه يعني كل الامور هذه الايجابيه بتحاول تفرق المشاعر السلبيه باتجاه لدكتور. ويعني اديكم مثال بسيط، دكتور الاسنان مثلا، يعني اطفال كثيرا بيخافوا من دكتور الاسنان اكثر دكتور، لانه بيستخدم الات حاده والات فحر والات كذا، وبالتالي الطبيب ممكن يكون مخيف لهم لو كان فيش هناك احتضان لهذا الشعور بشكل إيجابي حتى نخرج الطفل من الخوف الشديد من هذه الأمور. يعني هذه الأشياء اللي الأربعة الموجودة تحت اللعب التخيلي واللعب التمثيلي: social skills, language skills, learn to use symbols, expressing concerns and fears. هذه أشياء أربعة تحت اللعب التخيلي. أيضا الشغلات الخامسة والفورث physical play، الألعاب الفيزيائية، الألعاب اللي بدها بدن، بدها عضلات، بدها تمارين، بدها إنه الولد يصير في هناك، يعني إحنا محرومين في البيوت نتيجة الانقلاق الموجود والأشياء اللي إحنا منقدرش نتحرك فيها، وبالتالي ما فيش مساحات، فبتوفر غرف الألعاب أو مساحات الألعاب أو الحدائق العامة مساحة إن وجدت لعمل الألعاب هذه، اللي هي من خلال العجلات، من خلال البسكليت، من خلال عجلة أم ثلاث عجال أو عجلتين. اللعب with an interest in sport as it helped to develop social resources through cooperation within the team. يعني من خلال فريق، تعاون من خلال فريق، والألعاب العضلية هذه بتساعد على تقوية العضلات والقدرة وعلى المشاركة واللعب الجماعي والعمل من خلال تقوية العضلات وتقوية الجسم، وبنكون جسم رياضي، وهذه بيساعد على السلامة أو الصحة النفسية. كلما كان الجسم رياضيا كلما كان الصحة النفسية أو الصلابة النفسية أو الريزيلينس جيدة. الآن العمليات اللي بتصير داخل البلاي بروسيس ان سايكوثيرابي اند تشايلد ديفلوبمنت، العمليات اللي بتصير داخل النفسية، العلاج النفسي وتطور داخل الطفل. الميكانيزم اوف تشينج اكسبريشن كاثارسيس، التعبير والتنفيس، بصير فيها الألعاب هذه فيها تعبير عن المشاعر وتنفيس عن الأشياء السلبية وعن كذا. بصير فيها بلاي ثيرابي تكنيكس اللي بستخدمه، أنا بعمل عملية زي إجازة لهذا التعبير، أو إنه بصير
بيرميشن، وبصير في تبويب او يعني عنونه لهذه الموضوع، بصير هناك اكسبتنس، تقبل لهذه المشاعر والاحاسيس. البلاي بروسيس اوتلايزد اند افكتد، العمليات اللي بتصير والتاثيرات على الجانب الانفعالي او الجانب المعرفي عفوا كوجنيتيف، بصير هناك تنظيم، بصير هناك تفكير نوعي، بصير هناك فانتازي، ديفراجمنت ثينكينج اند فانتازي اند اورجانيزيشن للمفاهيم والمعارف والمعلومات اللي بتصير. المؤثرات اللي بتصير افكتيف، افكتيف ستيتس، افكتيف تيمز رينج، انجويمنت ان بلاي، ايموشن ريجوليشن، كوجنيتيف انتجريشن. هذه كلها التأثيرات اللي بتصير داخل العملية اللعب والتغيرات اللي بتحدث نتيجة اللعب. فاللعب إذا أنا عملت فيه تنفيس، عملت فيه تعبير عن المشاعر، عملت في خبرات جديدة، بصير هناك في تغير في المفاهيم، تغير في التخيل، بصير معلومات جديدة في تأثير للمجال اللي أنا بكون فيه، في متعة في اللعب، في مشاعر منتظمة، بصير في هناك تكامل في النواحي المعرفية. يعني هذه كلها بصير داخل عملية اللعب. أيضا بصير داخل عملية اللعب corrective emotional experience، يعني بصير تصحيح للمشاعر النفسية، بصير تصحيح للمشاعر النفسية، وبصير هنا برضو كمان تفهم، وبصير acceptable، وبصير labeling، وبصير في permissions. برضو بصير كمان في النواحي المعرفية، بصير organization، تنظيم، diffragment thinking، fantasy، affect states، affect themes، range، enjoyment of play، emotion regulation، cognitive integration. هذه الشغلات بصير مع كل مرحلة، يعني بصير تصحيح مع مشاعر الميكانيزم اللي أنا بسويه، بصير في التكنيك اللي بستخدمه، هذا البروسيس اللي بتحدث والتأثيرات اللي بتحدث بتكون هكذا كما نحن نرى على الشاشة. أيضا في الانسايت الاستبصار، بصير هناك في الري اكسبريسنج وركينج ثرو، بصير أنا عندنا في البلاي تكنيكس ليبلينج، وبصير في هناك understanding وinterpretation وfacilitating play، ومن النواحي المعرفية بصير برضو emotional، وبصير في organization، وبصير في fragmented thinking، وعن نواحي المشاعر والتأثيرات بصير في هناك affective theme وaffective affect states، وفي مجال في المجال بصير هناك emotional regulation وcognitive integration وproblem solving والconflict برضو، بصير حل المشاكل، بصير resolution، بصير هناك في مرونة وapproach، وبصير في يعني حل الconflict الموجود أو طرق أو أساليب لحل الconflict الموجود. أيضا سكيما الأشياء يعني الميكانيزم اللي بيحدث فيها المشاعر والكارينج بريدكتابلتي، هذه كلها بصير في هناك يعني الميكانيزم للتغيير والبلاي تكنيكس اللي بيستخدم والتغيرات اللي بتصير من خلال هذا التكنيك أو هذا الاسلوب المستخدم. مثلا فيما يتعلق بالميكانيزم، بنغير احنا الليرنينج، بنغير البروبلم سولفينج اند كوبينج ومواجهه الاستراتيجيات استراتيجيز، بنعمل موديلنج تمثيل، بنعمل اكتيف بروبلم سولفينج نشاط في حل المشكلات،
ونعمل كيفية مواجهة كوبينج استراتيجي، وبنعمل ايش انا كمان ري هيرسينج، بنعمل عملية انه تماهي او يعني تمثيل. هذه الاشياء اللي بتصير كتكنيك داخل العملية، بصير ان تغيرات موجودة، بصير ان في الكوجنيتيف، بصير ان الديفراجمنت ثينكينج مختلف، تفكير مختلف ابداعي جديد، افكتيف بصير ان ايموشن ريليشن، بصير تنظيم في المشاعر، بصير ان قدرة على حل المشاكل، بصير ان ريزوليوشن، بصير ان ابروتش بروبلمز سوليوشن، نهج في حل المشاكل. يعني كل ميكانيزم بحدث داخل تكنيك، بحدث في الآخر عليه بروسس، إجراءات إحنا بنسويها حتى نحدث التغيير. دراماتيك أكتينج بلاي، الدراما واللعب. هذا دراماتيك أكتينج بلاي مهم جدا، يعني إحنا فصلنا له سلايدز لحاله، لأنه ثرو children learn to adapt their feeling by expressing anger, sadnesses, and anxiety, and following them opportunity to think about aloud about dramatic play is based often to think aloud about experience that may be positive or negative. يعني من خلال الدراماتيك والدراما، من خلال اللعب التمثيلي، بتعلم الطفل انه عمليه تكيف لمشاعره ويعبر عنها، مشاعر الغضب، مشاعر الحزن، مشاعر التوتر، الانكزايتي، القلق، ووضعها في طريقه تعبر بتمثيلي بطريقة إما سلبية أو إيجابية. Dramatic play is based on a complex collaboration between the body and the mind. هي عملية زي تعاون أو كذا بين الجسد والعقل. The child is not used his brain and voice only. الطفل ما بيستخدم فقط مخه أو عقله أو حتى صوته فقط، but using his whole body during the game، بيستخدم كل جسمه، كل مشاعره، أحاسيسه، وعضلاته، ومشاعره، body and يعني mind. This type of play is one of the most important types of toys for kindergarten at this stage of life. هذه الطريقة تستخدم بشكل كبير في ومهمة جدا في الأطفال الصغار، واستخدموا للألعاب، نوع الألعاب اللي بيستخدموها مهمة جدا هذه في تشكيل النواحي المعرفية وتعبير عن تنفيس عن مشاعرهم وعن أحاسيسهم بشكل يكفل الحياة السليمة، النفسية السليمة. We see the corner of the house and the corner of the doctor and the shop and other centers in the kindergarten. احنا بنشوف في الروضات الأطفال، الركن الطفل، ركن عفوا الدكتور، ركن البيت، ركن الدكانة. هذه كلها الأركان هي عبارة عن ألعاب تمثيلية، دراماتيك أكتينج بلاي، بتمثل الأدوار الحياتية التي يحياها الطفل بطريقة تجعله يتعامل معها كأنها حقيقة، وبالتالي تشكل له زي موديل، زي تجربة آمنة لاختبار قدراته واختبار إمكانياته، وبالتالي بتصير هنا of a great importance in order to do representative acting. التمثيل الفعل هذا بشكل سليم، ولا يحصل الطفل على بيئة آمنة لممارسة حياته والتعلم بدون أي خطر أو مخاطر ربما تكون في الخارج، وبالتالي يتعلم خبرة جديدة
تشكل له نقلة نوعية ومهمة، بالذات في مرحلة الطفولة ومرحلة الأطفال اللي هم يعني بيعيشوا السن المرحلة العمرية هذه. The benefits of dramatic play، فوائد الدراماتيك بلاي. Help the child to understand the view of the other through the performance of their role, such as the role of father or doctor or teacher, and his help him to play some roles in the future. بتساعد الطفل اللي فهم المحيط تبعه وببيئة آمنة، يعني بتوضح له دوره اللي بده يلعبه في داخل الحياة والأدوار المحيطة فيه زي الدكتور والأب والمدرس، بتساعده إنه يمارس حياته المستقبلية أو يعرف على أدوار مستقبلية ربما تكون لديه طموحات أن يصبح دكتور، أن يصبح مدرس، أن يصبح إنجينيرينج مثلاً. يعني فهذه مهمة جدا. Acting it is an outlet to relieve feeling of tension. بيساعده انه يفرغ مشاعره الـ anxiety, fear and anger. This feeling can be suffered by the child. يعني من خلال يعني يعبر عنها الطفل بطريقة سليمة وتوفر له بيئة آمنة تابعة عن غضبه عن حزنه عن خوفه سواء من الدكتور أو من الطبيب أو من المدرس أو من أكثر من ركن ممكن يكون موجود. Dramatic play is the creative medium for the development of creative thinking in the children. بتساهم في إن تطوير القدرات الإبداعية عند الطفل، بتمثل كموديل آمن لترك مساحة التفكير والتطور اللي يعني الطفل ممكن يعني يسلكه في تطوير قدراته العقلية وتفكيره. طبعا أيضا dramatic play is creative model for the development of creative thinking in the children. أيضا action play in the children child life is a compensatory function، الوظيفة التعويضية. It is to develop the child's ability to exceed the limits of reality and meet the need the needs of compensatory if such play is a substitute for reality and feeling satisfied. يعني بمعنى انه اللاعب بوفر بيئة تعويضية او وظيفة تعويضية للنقص الموجود في الحياة، او انه عدم قدرته على ممارسة هذا الشيء في الحياة، او عدم قدرته على انه يكون متاح له هذا الشيء انه يمارسه في الحياة. فهذه اللعب موفر له بيئة تعويضية حول هذا الشيء، وبالتالي بيأدي له خبرات هو في الحياة الطبيعية لن يستطيع ان يحصل عليها لعدة اسباب تمنع ذلك، وبالتالي اللعب يوفر بيئة تعويضية لهذا المجال. أيضا help the child understand the personality that plays her role contributes to overcoming his fears and frustration. بمعنى إنه اللعب يوفر بيئة مناسبة لفهم الشخصية that plays her role، لأدواره اللي بيلعبها، وأيضا بتساهم في إنها تكون يعني أكثر عادلة وآمنة له في الحياة. Helps in the development of physical skills through the use of the child tools and devices available
in the corner that plays. يعني انت بتأدي المهارات فيزيائية بتشكل له، وأدوات اللي بيستخدمها الطفل بتكون متاحة في داخل كورنر اللعب اللي بتكون موجودة في الكينج جاردن، which in turn developed the skill of the control of the fine muscles and the skills of visual synergy synergy. يعني انها بتكون بتخلي في هناك تحكم في مهارات العصبية والعضلات تبعته، وبالتالي بت بت بتساهم في تطويره فيزيائيا للطفل وتقويته فيزيائيا. ايضا helps in the development of physical skills through the use of the child tools and devices available in the corner that play, which in turn develop the skills of control of the fine muscles. وهذه الشغلات حقيقة كما تحدثنا انه بتطور من قدرات الطفل العضلية وإمكانياته، وهناك كثير من الألعاب توفر مساحة كبيرة كعلاجية، وبالذات في نحكي احنا يعني احنا نتحدث عن الطفل في مرحلة الروضة. مرحلة الروضة يحتاج الطفل حتى لاكتشاف مشاكله الفيزيائية، انه في مشكلة في ايديه، في مشكلة في رجليه، في مشكلة في قدرته على التحكم، في هذه كلها بتساهم في التشخيص ايضا بالإضافة للتطوير والقدرات. في هذا الأمر نكون انتهينا من تحدث عن kind of play وفوائدها وأنواعها، وبالذات عن موضوع الimagination and acting play وفائدته للطفل بالذات في مرحلة الروضة. نلتقي في لقاء آخر إن شاء الله.